يقدم لكم هذا البرنامج برعاية سافيتال. كلنا نعرف ساحة أودا اللي جاية في قلب العاصمة بين ديدوش مراد وبولفار محمد الخامس، بصح منين جاء اسمها هذا؟ 1963 الدولة الجزائرية سمت هذه البلاصة لتكريم الشهيد موريس أودا اللي كانت عنده حكاية قاسية مرتبطة بتاريخ بلادنا. موريس أودا كان شيوعي يحلم جزائر حرة وعالم عادل خاصة للطبقة العاملة المظلومة. موريس أودا كان قنا أستاذ تاع الرياضيات في جامعة الجزائر ودائما واقف بجانب الطلبة في النضال النقابي والسياسي ضد الاستعمار الفرنسي. في جانفي 1957 اندلعت معركة الجزائر العاصمة لاباتاي دالجي، وين الجنرال ماسو زرع الرعب في القصبة بعنف كبير واستعمل التعذيب ضد المجاهدين. وفي شهر جوان لي باغا الفرنسيين خطفوا موريس أودا في الليل وسجنوه مع المناضلين الجزائريين. المجاهدين اللي كانوا محبوسين معاه حكاوا باللي موريس أودا تحمل معاهم عدة أيام من التعذيب، خاصة عذاب تريسيتي. وفي يوم 21 جوان اختفى موريس أودا في ظروف غامضة، وحتى واحد من فاميلتو ولا من المجاهدين ما زاد شافوا. الاستعمار الفرنسي من جهته أعلن بلي موريس أودا هرب من الحبس. مرت أودا كذبتهم وشكت بيهم واتهمتهم بالقتل تاع زوجها تحت التعذيب، وعاونوها مؤرخون فرنسيون اللي خدموا طول حياتهم على انتقاد الاستعمار اللي كان يقول بلي التعذيب في الجزائر ما كانش منها. بصح هاد القضية ما تريقلاتش حتى بعد تحرير الجزائر، ومرت موريس أودا ما زالت تطلب حتى اليوم لفرنسا باش تعترف بواش صار ويقولوا لها وين جاية جثة تاع راجلها، بصح ما جاوبوهاش. رغم أن الجنرال الفرنسي أوساغيس المشارك بعملية التعذيب استعرف قبل ما يموت بلي الجيوش الفرنسية استعملوا التعذيب في الجزائر وقتلوا موريس أودا تحت موافقة السلطات الفرنسية. موريس أودا وقف بجانب الثوار الجزائريين كما بزاف من الفرنسيين اللي كانوا ضد الاستعمار واللي ماتوا لتحرير البلاد كما أونغي مايو وفيرنون إيفتون. الله يرحم الثوار اللي خلونا اليوم نكونوا أحرار. ومع حكاية الزمان عليكم تعمر وتنوار. قدم لكم هذا البرنامج برعاية سيفيتال.